السلام عليكم البنات، اليوم غادي ديروا معايا جوله وغادي نمشيو عند حلاوه الشرق عند نرجس اللي معايا في نفس الكولوار. صراحه الحلاوه عندها واعره بزاف، الناس اللي كيسولوني على الحلاوه انا جبت لكم. فين تمشيو ديروها؟ 57 الرقم 57 قيصريه ايتبها الرقم 57 بالرباط. الناس اللي برباط بسلا مرحبا بكم، اجيو عند نرجس. هذا الشيء زعما عندها فن ويعني النقاوه كاينه الحمد لله، يعني مجربه من طرفي خصيصا، يعني ضروري انا نجرب الحاجه عاد نبارطاجيها معكم. دونك انا كان من زمان انا كان نجي عندها، صراحه واعره واعره، يديها زوينه، وان شاء الله كاع اللي مجربينها راه غادي يعرف علاش كنهضر. دونك نخليكم معاها هي تهضر. اي فوالا البنات، جينا اليوم عند نرجس حلاوه الشرق. كيف ما كتشوفوا تبارك الله عندها داكشي متيول ونقي نقي نقي، هذا هو اهم حاجه. نرجس بخير، مرحبا بكم عندنا في حلاوه الشرق. ربي يخليك. مرحبا. دونك نرجس هي اللي كدير حلاوه الشرق، وكيف ما لاحظتوا هنايا وكيف ما وريتكم في اول فيديو، هذه هي الحلاوه كتخدم طبيعيه، وزعما الصراحه انا مجرباها راه شي حاجه واعره، ويعني كتحسوا براسكم مزيان. حيدي لي هذاك، ونرجس غتاكد لي هذا الشيء طبعا. يعني الناس اللي كيخدموا الغازوار وكيخدموا لاسيغ العاديه فكينوض لهم الزغب يمكن تحت الجلد، كيفاش زعما يعني شنو الفرق ما بين الحلاوه وما بين هذاك الغازوار واللاسيغ العاديه؟ طبعا الفرق كبير، لان الحلاوه مصايبه بالحامض والسكر طبيعيه 100%. بحال اللي كنقول ديما في الفيديوهات، الا ما نفعت ما كضر. كتصفي كتدير بحال شكل القماش، هي كتخدميها بالنسبه لي انا كنخدمها بيدي، يعني كتخدم حلاوه طبيعيه، منها مساج منها قماش منها كتنقي. بالنسبه للغازوار يعني راه معروف، راه اسوء حاجه هي الغازوار، كتنوض الزغب جاعر وحرش. وبالنسبه للاسيغ، حتى لاسيغ ما نقولش خايبه، لاسيغ حتى هي زوينه، غير هي بالنسبه لي كتبقى الطريقه باش كيخدموها الناس. كاين اللي كتخدم بطريقه عشوائيه، يعني شلخ كتطير الزغب وتهرسو. كاين اللي تبارك الله سلام بيدها زويونه، كيجيو عندي ناس انا كتقول لك انا لابو ديالي سونسيبل، ولكن راه كنت كندير لاسيغ، ودابا منين سمعت الحلاوه بغيت نجرب الحلاوه. وطبعا ملي كتاخذ الحلاوه راه صافي كتبقى ديما، والحلاوه الامتياز ديالها عاوتاني باش زوين، الا بقات مع الاستمرار استمرار كتنقص الزغب. هذه انا مجرباها سي فغي، كتنقص وكتخليه خفيف وكينوض على شحال؟ على شحال؟ بالنسبه 25 يوم. يعني تمام. انا هذه كنقولها لهم، يجيو في الوقيته اللي كتكون يلاه لا غاكل سالات. أيه. ويجيو منين كديري اي ايبيلاسيون كما كانت، سوا حجبانك سوا غادي تنقي ذاتك، ضروري تكون مور لي غاكل او مور الحمام. يعني لي غاكل الحمام، وتجي دير سوا لاسيغ سوا الحلاوه، كتبقى ديك الفتره ديال 25 يوم مرتاحه، والحلاوه طبيعيه كتنوض الزغب رطب، وما كتخليش اضرار الحمد لله خايبه. غير هو قلتي من مور الحمام، يعني واش يغسلو مباشره يجيو عندك، ولا يغسلو بنهار قبل وعاد يجيو لغد الليل؟ على حسب، كاين اللي بحال دابا كتمشي الصباح الحمام بكري. يعني ممكن تجي، غير ما تمشيش الحمام بديك ساعه ساعتين وتجي لعندي، لان كتكون لابو ديالها باقا سخونه هكاك، ويقدر يكون تاثير شويه خايب على لابو. هي يلا حكات والجلد باقي سخون، وانا كنت في الزغب، يعني راه غتكون اضرار شويه خايبه. وكاين الجديد اللي درتيه هو ان كتخدمي الحلاوه بالكارت. درتها هكا عن طريق لي كارتوش، كنعمرها انا راسي. كنشري لي كارتوش ديال لاسيغ، كنعقمهم وكنعمرهم بحال هكا، وكنخدم بالثوب. لا بابي. لان الثوب خصك عاد تصبني وعاد تصلحي وعاد، هذا ماشي عملي. عملي اللهم هذا كنخدم به وكنلوح، يعني نفس النتيجه ونفس كل شيء. صراحه انا جربتها، يعني راه كنتي خدمتي ليا بحلاوه عاديه وبهذا عرفتي نفس النتيجه، بالعكس كاع تقدر تقولي هذه احسن. هذه احسن من ناحيه ديال التوقيت. تماما، دغيا كتسهل. ومن ناحيه كاينه، لان الحلاوه الاخرى كيكونش فيها شويه ديال البريك.
كتبرك كاين اللي ما وكاين لي كيقدرش لابو ديالها عزيزه عليها ما كتبغيش اللي يبرك فورسي لها، عليها. دونك كنخدم بها انا. هذه سهله ولكن راه نفس المفعول. كي بيدي كي بلي كاردوش بحال بحال. سي وكديري عاوتاني سوان دو فيزاج. اييه سوان دو فيزاج كي الحلاوه طبيعيه كي سوان دو فيزاج طبيعي، كنخدم مواد طبيعيه، كاين تقشير الوجه هذا مخلطه انا مصايبه فيه كل شيء، كاين الفول، كاين الترمس حتى هو اكتشفتوا بانه زوين، كاين الحليب بودره، كاين الخرطال، كاين الحمص، كاين الرز، وطبعا العسل الدغموس كنخدم به حتى هو، كنخدم به بالمواد الطبيعيه الحمد لله. باش كتعجبي نرجس تبارك الله عليك، كل شيء طبيعي واجتهاد، زعما كتجيبي الجديد ماشي كتقتصري على، وديما البحث ديما الجديد. كنلبيو الطلبات ديال الناس، كانوا كيجيو عندي الناس زغبهم صغير ما يمكنليش نخدم اليوم بالحلاوه بيديا، ما كيبغيش يتحيد. كنصيفطهم عند الناس كيديروا لاسيغ ما كيعجبهمش الحال، كتقول لك نرجس ماذا بينا ديري لنا اكتشفي لنا شي حاجه. والحمد لله ربي ما خيبنيش واكتشفت هادي وها انا خدامه احسن حاجه الصراحه. ومزيان يعني ما كايناش شي وحده كتخدم الحلاوه كديرها في لي كارتوش بحال هكا زعما صراحه. كاينين ولكن كيخدموها بسباتشي، كيخدموها بالتوب. انا اختصرت الطريق والله، درت هاد الطريقه هادي صراحه زوينه ربي ما خيبنهاش الحمد لله. دونك تقدري مثلا تقولي لي الاثمنه ما بين وبين، ولا خاصك تشوفي على حساب السيده اللي كتجي هي اللي كنشوف شنو غادي تصايب. تماما عاد كتحددي عاد كنحدد ديك الساعه الاثمنه، ولكن صراحه الاثمنه مناسبين زعما كي الحلاوه باليد كي الحلاوه بالكارتوش نفس الثمن، ما زايده ما ناقصه، نفس الثمن كلشي. وتبارك الله عليك زعما الصراحه داكشي مزيان. مرحبا. هانتوما هذه هي الفابور اللي كتخدم به، الصراحه كلشي طبيعي. وحتى الا كانت لابو ديالكم سونسيبل في الوجه يعني ما تخافوش، يعني هذاك التقشير طبيعي، مواد طبيعيه ما عندهاش منياش تخاف. وبالعكس كتحسي بواحد النضاره، بواحد خصوصا الا داوموها شي تقريبا كل اسبوع التقشير يعني لا 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 مره في الشهر. مره في الشهر مزيانه. ايوا ان شاء الله. وزعما منين تجي وراه ما غاديش تقدروا تبدلوا نرجس، حيت انا صراحه مجربه يعني صافي كتولي حلاوه نرجس نيشان، ما كتبقاوش تبدلوا، ما صافي كتولف يديها وتا هي كتولف الطريقه، يعني كتعرف الزغبه من فين غاده ومنين جايه، صافي حافظه لوكور ديالها. دونك البنات فوالا الفيديو ديالنا غادي نساليوه هنايا، واللي بغات ان شاء الله تواصل مع نرجس نخلي لكم الرقم ديالها، نخلي لكم تيك توك. دايره تيك توك ياك؟ دايره التيك توك، دايره الانستغرام، ودايره اليوتيوب. دونك كل شيء غادي نخلي لكم الروابط ديالهم تحت اسفل الفيديو، وهكذا دخلوا عندها تابوناو معاها، واي سؤال راهن الاشاره ديالكم راه تسولكم تعطيكم وقت. مرحبا بكم، وطبعا بالمواعيد ياك نرجس نسينا هذه باش ما كنخليش الناس يتسناو وما كنتحاشمش معاهم. هكاك داكشي اللي بغات تجي قبل ما تجي عافاكم تواصلوا معاه حجزوا، وهذيك الساعه مرحبا بكم. يلا الى اللقاء.